كاين مبارك اللي سياسته شنو الامور غاديك في المجال؟ كيفاش الحومه؟ كيفاش عشت غاديك؟ كيفاش الجو الجديد غاديك؟ الحقيقه معنا برشا حاجات بدلوا في حياتي، الأجواء مش كي تونس كيما جرى، حاجة طبيعية هذه. الواحد معناه يبدا يتأقلم بشوية بشوية، قد ما يقدم الوقت ما يحس روحه الواحد من خير. الحمد لله الواحد يستانس، إن شاء الله باش نكون معناها في الوقت الجاي إن شاء الله الواحد باش يوري قدامه خير، وإن شاء الله يعمل حاجة باهية. الآخر مش فيك اليوم في السنة في الشامبيونز ليغ في اليوفا كبداية ماهيش خايبة، نصور فما أوبجيكتيف وشنو معناتها وين باش توصلوا أكثر؟ شنو الأوبجيكتيف هذيك في الكل؟ الأوبجيكتيف معناها باش نكونوا باش نوصلوا لبعيد إن شاء الله في الكونفرنس ليغ هذه، نحضروا لها كما يلزم. كنت فرق كبيرة باش نلعبوا إن شاء الله نوريوا حاجة باهية، وإن شاء الله نوصلوا كما نوصلوا بعيد، وإن شاء الله نعملوا حاجة باهية. علي اسكو البطولة نتاع المجر حسها خير من البطولة نتاع تونس حسب اللي جرب مانشستر؟ والله كل بطولة لها جوها، بطولة تونس لها جوها الحقيقة، بطولة المجر لها جوها، فما برشا حاجات مش كيف كيف، أما بطولة تونس هذا توقع جوها واحد. اليوم باش نشوفوك في بوست، حسيناك مقدم اكثر مع الجماعه هذيا، تدخل اكثر لدي زويت، اسكو باش نشوفوك اكثر كاديس مع ليك ناسيونال ولا مازلت في البوست ويت نتاعك كي العاده معاك؟ الحقيقه وين نمشي راني مدرب باش نكون في البوست هذيك، وين نحب نكون ويعرف باش نكون ونعطي كل ما يلزم في البوست هذيك وكذا. قبلين نتاقلم، الاجواء معناها باهيه غاديك، كل شيء يعاون معناها الواحد باش يتحسن باش يقدم في الكوره. ان شاء الله ان شاء الله البريود الجاي تكون بخير، ان شاء الله نعمل حاجه بها ان شاء الله. الحقيقه كملاعبيه نحن ديما معناها تجي هذا في معناها تجينا في بريود معناها المدرب يتبدل، لازمنا نكونوا معناها حاضرين. هذه فوتبول، الواحد معناها عادي لازم يتاقلم مع كل شيء، ان شاء الله ديما الواحد الجاي بخير وكذا. كل واحد معناها كل ملاعب يتمنى يكون في الشامبيونز ليغ، توا الحمد لله كونفرنس ليغ سادة فما برشا فرق فيها باهين، باش ندخلوا فاز دو بول ان شاء الله نوصلوا فيها لبعيد، وان شاء الله الواحد يقدم اداء باهي ان شاء الله. واحد يتبع في جمعيته، نتمنى كل التوفيق للترجي في القادم المشوار، ونتاكد معناها اصحابي باش يعملوا ان شاء الله حاجه باهي ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.